هذه الخريطة اللي استعملتها عندما زرت اللاجئين اللي هربوا من كردستان العراق إلى الحدود التركية. هذه الأسهم هي الأماكن اللي رحت لها وشفت الأطفال وحكيت بها. وهذه طفلة اللي حكيت بها. شوفوا ذول البنتين صغار يلعبون يا بابا، بس بنفس الوقت احدى البنات حامله اخ اصغر منها، ماخذه واجب من الام، فهي ماخذه الطفل تدبر الشغل اللي مكلفه به من الام، وبنفس الوقت تسعى مع صديقتها لكي يلعب. عرفتوا شنو؟ وهذا